في ملف جديد، المركز الوطني لتطوير المناهج يعكف حاليا على إعداد إطار المنهاج الخاص بالتربية الإعلامية، يعني سوف تستدمج التربية الإعلامية في العملية التدريسية والتعليمية في المدارس، وهذه خطوة مقدرة طبعا، لأنه يعني إحنا كنا زمان تحدثنا عنها وعن أهمية التربية الإعلامية، خصوصا مع الانفتاح على مواقع التواصل الاجتماعي والتغذية التي يتلقاها أبناؤنا الطلبة، وأصلا لم يعد الأمر مقتصرا على يعني الطلبة أو على فئة عمرية دون أخرى، ولكن المطلوب الآن أن يتم العمل على استدماج وإدراج مثل هذه الموضوعات. لماذا؟ لأن هناك حاجة حقيقية للتعاطي مع الإشكاليات التي تنجم عن المواقع التواصل الاجتماعي، عن هذه البيئات المنفتحة، كيف بدنا نتعامل معها، ما هي المفردات الأساسية للتعاطي معها. كل هذه الموضوعات في غاية الأهمية، وترى الموضوع مش نظري، يعني له إطار عملي. بمعنى آخر، هناك قصص كثير تنتج وبنسمعها في المجتمع، إيش له علاقة بالابتزاز الذي يمارس، إيش له علاقة كيف نتعامل مع الإشاعة والشائعة، إيش له علاقة كيف يمكن أن نستثمر هذه المنصات لتطوير ذواتنا، للتعبير عن أنفسنا. ففي إلها جانب إيجابي الأصل أن تركز عليه، وهذا بده يصير فيه إله من خلاله يتم تدريسه بطريقة منهجية، بطريقة موضوعية وعلمية. ومش معقول بأن يبقى الموضوع، بالرغم من أنه هذا الموضوع يمكن الآن صار عمره يعني 15 سنة، مواقع التواصل الاجتماعي، أن يبقى في الإطار الفوضى، ما فيش آلية معينة لفهمه أو التعاطي معه. فالآن الخطوة من المركز الوطني لتطوير المناهج خطوة يعني في الاتجاه الصحيح، ولكن كيف سيتم دمج هذا الموضوع، وما هي المادة اللي حيدرسوها؟ هل هي ستكون منهاج تدرس للصفوف؟ هل هذا المنهاج سيرافق الطلبة من المراحل العمرية وصولا للتوجيه؟ كيف تفكر أو كيف يفكر المركز الوطني في هذا الموضوع؟ لمتابعة هذا الموضوع ينضم لنا المدير التنفيذي للمركز الوطني لتطوير المناهج الدكتور محمود المساد. دكتور محمود، مساء الخير. يا مساء النور. أهلا بك. ما هي طبيعة المنهاج الخاص بالتربية الإعلامية، وكيف حيتم دمجها في المباحث الدراسية؟ يعني سيدي، هو ما تفضلت فيه بالمقدمة يعني في صلب الموضوع. وبالنسبة بداية للتربية الإعلامية، هي ليست الإعلام أو الحديث عن الإعلام أو تاريخ الإعلام أو حتى الثقافة الإعلامية. التربية الإعلامية هي عبارة عن مجموعة من المفاهيم والمهارات التي يكتسبها المتعلم أو نكسبها للمتعلم من أجل يعني تكوين إطار فكري للمتعلم مستنير وقادر على الوقوف أمام أي نص أو محتوى إعلامي يشك فيه ويبدأ بتحليله، ربما يعني يربط العلاقات ضمن هذا النص، يعرف ما خلفه، الأهداف من وراءه، إلى أين يذهب هذا المحتوى لو تم تمريره إلى المجتمع، ما هي المآلات أو الآثار التي سيتركها. كل هذه الأمور التي نعتبرها مهارات قوية إذا ما اكتسبها المتعلم، بحيث يعني تثير لديه وتعمل يعني من خلاله كل مهارات التفكير التي يكتسبها. هذا يعني بشكل مختصر إنه الهدف من وراء هذا الجانب أو هذا الإطار المنهجي الذي يصمم لموضوع التربية الإعلامية. أما يختلف بالتأكيد عن أي مبحث وعن أي مادة دراسية أخرى، لأنه لن يكون هنالك محتوى تعليمي منفصل أو حصص دراسية في الخطة الدراسية للطالب بحيث يكون ضمن الجدول المدرسي. ولكن الأفضل من ذلك هو هذه المفاهيم ك
كثير من المفاهيم الأخرى، التربية المرورية مثلا، التربية السكانية، حقوق الإنسان، حقوق الطفل، البيئة والتوازن البيئي، المهارات الحياة، كل هذه الأمور تم تصميم ما يسمى بالمفاهيم العابرة لدى المركز الوطني لتطوير المناهج، وتعتبر ميزة من الميزات لهذا المركز، بحيث تدمج هذه المفاهيم جميعها سواء كانت التربية العلمية ولا غيرها في المباحث الدراسية، كل المباحث الدراسية وأيضا كل الصفوف، بحيث مثلا يتم لو أخذنا التربية العلمية كنموذج، سيعمل لها من خلال إطار منهجي مصفوفات من المفاهيم الرئيسية والمفاهيم الفرعية، وتوزع على المحتوى الدراسي تحت ما يسمى التوزيع المنهجي النسبي من 1 إلى 10 على مدرج من 1 إلى 10، بحيث كل المباحث كل المحتوى الدراسي اللي فيها قادر على حمل هذه المفاهيم مدمجة فيه بما بحد أدنى 3 وحد أعلى 10. فمثلا التربية الإعلامية ربما تكون المفاهيم الحاملة لها مثل الاجتماعيات أو التربية الاجتماعية، مثل التربية الإسلامية، مثل اللغة العربية واللغات بشكل عام، ولكن قد تكون هناك مباحث أقل قدرة على الحمل مثل الرياضيات والعلوم مثلا، مثل الحاسوب. لكن الأهم من هذا التوزيع هو كيف ندمج هذه المفاهيم بهذا المحتوى لأي مادة دراسية. لذلك هناك في مجموعة من أشكال الإدماج، هذه الأشكال تتراوح بين ربما تكون جملة أو سطر في محتوى دراسي، أو ربما تكون تدريب أو نشاط أو سؤال. وهذا دكتور اللي كنت بدي أسألك عنه، أنه يعني يمكن أن تكون هذه المفاهيم العابرة ليس فقط قصتها موجودة أنه في المناهج ومبثوثة بها، وإنما عبر الأنشطة اللامنهجية، الدورات، المحاضرات، يعني وما شابه. نعم هذا صحيح، يعني ممكن تكون صورة في درس من الدروس ضمنها مفهوم إعلامي، هذا المفهوم بيكون المعلم قد تم تدريبه مسبقا على إن صادف أي مفهوم إعلامي كيف يتصرف بالموقف التعليمي. ولذلك شرط من شروط التربية الإعلامية، ما دام هي لم تكون حصص أو مادة دراسية، ستكون في أدلة معلمين، سيتم التدريب على هذه الأدلة للمعلمين بطريقة مكثفة وعميقة، إضافة إلى أن أيضا جهاز الإشراف بكل المباحث راح يتمكن أيضا من هذه الآليات حتى تكون المتابعة على قدر أهمية هذا الإطار وأهمية هذه المفاهيم. طيب دكتور، ليش أخذت هذا الخيار؟ يعني فكرة المفاهيم العابرة مش أنه يكون حصة دراسية مثلا، أو منهاج، لماذا تم اختيارها؟ وهل بناء على دراسات؟ نعم هذا سؤال كثير مهم. الشعار اللي رفعه المركز ربما يكون قد حقق يعني نسبة كبيرة منه، أن تكون المناهج والكتب المدرسية ومصادر التعلم التي تترجم هذه المناهج رشيقة وعميقة، وأن تتحول من كم من المعلومات وتنقل للطالب ويختبر بها، إلى أن تكون معلومات معرفية فيها مهارات وفيها قيم يعني متعددة عميقة، ولكنها ليست يعني أفقية، ليست منتشرة. هذا طبعا بيعني أنه لو في عشرات المفاهيم زي التربية الإعلامية، لو أردنا أن نفرد لكل يعني محتوى منها أو مجال منها مبحث أو حصص، لن يعني يستطيع الطالب أنه يصل بيته يعني الوقت. إحنا نهدف إلى أنه تخفيف هذا المحتوى، وجعل هذا المحتوى عبارة عن
يعني أنشطة وتدريبات ومجال للتفاعل، مجال للاهتمام والمتعة، بحيث أنه نستقطب الطالب ونخليه يعني يقبل على المدرسة، يحب المدرسة، يكتسب مهارات التفكير أكثر من حفظه للمعلومات، لأنه لم يعد هذا الوقت ولا الوقت القادم في مجال للحفظ وللمذاكرة بقدر ما أنه كيف يتصرف أمام الموقف أو أمام المواقف، يوظف كل المهارات اللي اكتسبها ويعيش حياته الناجحة. لأنه هذا هو تعريف التربية. التربية الإعداد للحياة أو الحياة ناجحة، أو البعض يعني يجزم بأنه التربية الحياة وليست الإعداد للحياة. طيب الدكتور، لما يعني قررتم إعداد هذا الإطار، إطار هذا المنهاج، هل هذا جاء بناء على تغذية راجعة؟ يعني كيف يتم العمل على دراسة مثل هذه الموضوعات؟ تجيكم تغذية راجعة بضرورة إدماج مثل هذه المفاهيم والموضوعات؟ وهل هناك موضوعات أخرى يفكر بها المركز الوطني للمناهج أم كيف؟ يعني هي كل الموضوعات الممكنة يعني متاحة، ولكن بالذات التربية الإعلامية ربما في الآونة الأخيرة ثورة التكنولوجيا وتعدد وسائط الاتصال الاجتماعي، أحيان كثيرة فوضى في هذا الإعلام، تمرير الشائعات التي بدأت تؤثر كثيرا في المجتمع، وطبعا إحنا أمام ظاهرة تحول نحو تعليم التفكير، فلا يمكن أن نكون بدنا نعلم التفكير وإحنا بنمارس مثل هذا اللاوعي بالوقوف أمام أي محتوى إعلامي. ولذلك كانت الفترة فرضت ضرورة أكبر لمفاهيم التربية الإعلامية والسرعة يعني إكساب المتعلمين لهذه المهارات التي تتطلبها مثل هذه الأمور، في حين الكثير من المفاهيم ربما سبق إدماجها أو ربما يعني في زيادة بإدماجها الآن، وربما في أشياء ستدمج مستقبلا. يعني في كثير من المفاهيم والمهارات المتصلة بالذكاء الاصطناعي أو الجيل الخامس، أو يعني هاي الأمور في أشياء ربما تكون ستأتي يعني ليست معروفة حتى الآن، هذه كلها يعني ستفرضها عملية التغير والسرعة بالتغير. وتعرف المنهج والتربية والتعليم يعني حية تنمو مع المجتمع باعتبار أن التربية هي الحياة الاجتماعية نفسها. نعم. طيب دكتور، الآن فيما يتعلق بالإجراءات التي سوف يتم العمل بها لتمهيد الطريق لتنفيذ هذا البرنامج، انت حدثنا انه في أدلة للمعلمين والمواد التي سوف تحمل هذه المفاهيم العابرة، الاجتماعيات، التربية الإسلامية مثلا، اللغة العربية الى اخره، هذا سوف يتطلب يعني انه طباعة المناهج بشكل جديد، ومتى يتوقع بدء التدريس بهذه المناهج؟ سيدي، بداية في خطة تنفيذية، هذه الخطة تقريبا بين 5 إلى 6 سنوات، بدأت قبل سنتين، بدأت بمباحث أخرى مثل العلوم والرياضيات في بداية هذا العام الدراسي اللي هو في شهر 9، سيكتمل مبحثي العلوم والرياضيات لأنه بتم تطبيق الصف الثاني ثانوي والتاسع. في التربية الإسلامية بيكون تقريبا تم تطبيق 8 صفوف. في مباحث اجتماعيات لغة عربية، إنجليزي، حاسوب ربما تكون قد بدأت في عملية التأليف، وفي أشياء بتيجي، لكن يفترض أن الخطة التنفيذية تكون في عام 25-26 قد انتهت. الآن بالنسبة للتربية الإعلامية، الآن بدأنا بالإطار العام للمنهج اللي هو منهج التربية الإعلامية، ربما خلال 2 شهر يعني سيتم إقراره من مجلس التربية والتعليم، بعدها بده يتشكل لجان لإعداد الأدلة.
هذه الأدلة ربما تكون لكل صفين دليل أو كذا. سيتم على أيضا بالموازاة برنامج تدريب للمعلمين، كل المعلمين والمشرفين، كيف يعني يتعاملوا مع هذه المفاهيم الإعلامية التي باتت مدمجة في الكتب وفي الصفوف. طبعا هذه آلية الإدماج ستتم على النحو التالي، إنه كل يعني طبعا احنا الكتب التي تم تأليفها في كل سنة يصير في ما يسمى بالمراجعة نتيجة التغذية الراجعة الميدانية، وفي كتب ستكون يعني قيد التأليف. هذه المفاهيم، مفاهيم التربية الإعلامية، ستكون مع المؤلفين، وسيتم تدريبهم على كيفيات إدماج هذه المفاهيم بالمحتوى الدراسي. كل فريق تأليف بمبحث بيشتغل بمواده، وبتتم عمليات الإدماج حسب الخطة التنفيذية اللي هي لل 25-26. إذا بده يكون العملية يعني تسير بخطوط متوازية، بعد إقرار المنهج وإعداد الأدلة في تدريب المعلمين وفي تدريب المؤلفين. المؤلفين بيدمجوا بالمحتوى الدراسي، والمعلمين بيدرسوا مثل هذه القيم، وفي جهاز الإشراف بتابع سلامة عملية التنفيذ. وفي كل نهاية عام ربما يكون في تغذية راجعة وتقييم ميداني، هذا بيتم لكل الكتب ولكل المجالات. وقبل أن تطبع الكتب للعام الذي يليه بيتم تعديل هذه الكتب تحت ما يسمى إعادة الطباعة. نعم، دكتور محمود المساد، المدير التنفيذي للمركز الوطني لتطوير المناهج، شكرا جزيلا لك. الله يبارك فيك، تسلم، شكرا.